انا غلطت غلطه كبيره قوي، ما ينفعش ما اصلحهاش بسرعه. وما كملتش في اتفاقك ليه مع زنات الرئيس؟ الخيانه مش سهله قوي عليا كده يا سليم بيه. المره دي ما ظبطتش، هتظبط المره الجايه. سليم مش هيرجع غير لما رقبه واحد فينا تطير، يا رقبتي يا رقبته. وانا عملت كده ليه؟ ما انا عايز اقطع عرق واسيح دم عشان نخلص. انا عمري ما قلت لك اني بحبك. انا بحبك ولا ينفع احبك ولا احب غيرك. انا طايق نفسي بالعافيه. سليم الانصاري دلوقتي طار وبقى طارين، واحنا مش عارفين بيفكر ازاي. هتطلق. انت بتضربي ايه بقى لك كام يوم هبب عليكي كده مخليكي خربت الدنيا؟ عايزه اخلص. انا بصراحه زهقت، ما بقتش اقدر اشوف ولا اسمع حد غيرك. عايزه ابلغ عن مكان مجرم هربان اسمه سليم الانصاري. تطلع على هناك ومعاك قوه كبيره. اول سليم الانصاري ما يبقى تحت ايدك كلمني على طول. حصل ان البنت لسه ما رجعتش، ومرات اخوها خفيت هي كمان ومشيت. ده انا لبسك 100 قضيه وانا قاعد في بيتنا، واخليك تقضي اللي باقي من عمرك في السجن. روح امك. اللي بينا خلص يا انجي، هتحاولي تتصلي بيها ولا تهوبي ناحيه البيت؟ خلصت الموضوع. هيخلص بكره، وبعد بكره باذن الله هنبدا الحفر. وانا قدامكم اهو بديله فرصه اخيره انه يخرج بره البلد ويرحل بفسكه وفكوره، يا اما قسما بمن رفع السماء بغير عمد اخلي البلدوزر ده يساوي الارض بالبيت اللي فيه. سمعنا يا صالح؟ تكبير الله اكبر. يا اخوانا انا عشت عمري كله وسطكم، ربيت معظمكم. يعلم ربنا اني بريء من كل التهم اللي رماني بيها عطيه وصدقتوني. حسن الضبع ما يقدرش يفتح بقه لانه عارف قبل ما يفكر يعورني هعوره. يا اخي روح ربي بنتك اللي انت سايبها عايشه في حضن اتنين اغراب. كان لازم اصلح غلطتي في تربيتك يا كلب. اثبت. ابويا. انا اسمي سليم الانصاري، خليك بقى فاكر الاسم ده كويس عشان هيفضل طول عمرك ابوس في حياتك. انا كنت فضيلك النهارده، كنت ندمتك على كل حاجه عملتها مع الشيخ الطيب ده، بس معلش هقابلك في السجن قريب. جثه دي تتنقل على المشرحه فورا، ونستنى تقرير الطبيب الشرعي لما يطلع. وسليم الانصاري يا فندم. سليم الانصاري هيروح فين يعني؟ ما بقاش عنده حته يروح فيها. هنجيبه هنجيبه. بس يا ضناي استهدي بالله، يلا قومي عشان ترتاحي شويه. انا عايزه ارجع البيت. بيت مين يا هدى؟ بيت ابويا اللي مات وهو بيدافع عنه. البيت لو اتقفل يبقى الشيخ صالح ابو فضه مات بلاش. البيت مش هيتقفل يا هدى، وانتي سمعتي سليم لما حلف وقال ان هو هيرجع لك البيت وهيفتحه معاكي كمان، وهيحضر دفنه عم صالح الله يرحمه. يبقى انتي كده بقى مش عارفه سليم يا هدى. سليم طالما قال ان هو هيعمل حاجه يبقى اكيد هيعملها. خلاص خلاص استهدي بالله، تعالي معايا جوه في الاوضه. قومي يا دنا، قومي يا حبيبي. يلا حياتي يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي. بنتي دي صعبانة عليا قوي يا فريد. وأنا كمان قوي يا طنط. أنا كنت بفكر أخدها معايا على البيت، هناك أوسع ومتهيألي هتاخد راحتها أكتر. وإحنا يعني يا فريدة اللي عشرة في البيت، على الأقل رد لها شوية من جمايلها هي وأبوها على سليم ابني. دول كانوا شايلينه من على الأرض شيل. طب ولما سليم يرجع؟ أنا فاهمة قصدك يا فريدة. لما يبقى يرجع ساعتها تشوف هنعمل إيه. هيرجع يا طنط، إن شاء الله هيرجع. ملك عمرهم في إيه؟ جميلة يا سيدي، طلعت عاملة فلوس متلتلة من حوار إنها نشطة ده. حتى الجمعية بتاعتها طلعت بتاخد فلوس من بره. عادي يعني، ده طبيعي، أكيد الأمن مطلع الإشاعة دي. عادي. لا يا هيثم مش إشاعات. أنا اتأكدت من ناس أصحابي يعرفوا ناس شغالين معاها. حتى موضوع سفرية أمريكا طلع ولا مؤتمر ولا نيلة. سفرت إيه؟ تتفسح يعني؟ هربت. خافت تتكشف فهربت. أنا كمان عرفت إمبارح إن هي اسمها نزل في قوائم الترقب. يعني الحاجة الوحيدة في البلد دي العدلة؟ طلعت نصابية. يبقى لازم ترحم نفسك وترحمني معاك ونشوف أي طريقة نهج بيها من الزفتة دي. ولا انت عاجبك يعني اللي بيتقال دلوقتي؟ ادينا احنا اللي طلعنا في الاخر غلطانين، ولا الكلب ما نفهمش اي حاجه. عاجبك؟ بص يا عيسى، ممكن نكون احنا طلعنا غلط في النهايه يعني، ونسيم الانصاري ده بطل وما عنديش شك في ده، واي ظابط مكانه كان هيعمل نفس الكلام. بس في حاجه تانية بتقول ان زياد مات في اسم شرطه وعلى ايد راجل شرطه. دي برضه هتذنبنا ايه؟ ذنبنا ان احنا اتولدنا في المخروبه دي، لازم نهج منها. هنروح فين؟
ونسيبها ليه؟ ده مش حل على فكره يا ايسر. الحل الوحيد بالنسبه لي ان احنا نكمل لحد ما نوصل مصر المكانه اللي تستحقها. وايه اللي مانع مصر انها تبقى في المكانه اللي هي تستحقها؟ اعدائها كتير، حراميه، فاسدين، مصاصين دم الغلابه وارهاب. يعني احنا تسرعنا؟ اه يا عيسى احنا تسرعنا. كان لازم نفكر كويس قبل ما ناخد القرار ده. ادينا هنحاول. بصي يا هدى، مش عايزاكي تشيلي هم خالص. البيت ده بيتك وانا هنا اختك. ربنا يخليك يا سلمى. تعرفي ان انت شبه سليم قوي؟ لا سليم مش حلو قوي كده. انا مش قصدي في الشكل بس، قصدي في الروح كمان. ربنا يخليه لكم يا رب ويرجعه لكم بالف سلامه يا رب. طيب يا بنات انا هستأذن بقى، مش ناقصه ماما تقفش عليا اكتر ما هي قفش. محتاجه حاجه يا هدى؟ كتر خيرك يا فريده. خيرك انت اللي مغرقنا وعم صالح الله يرحمه. انا عايزاكي تستهدي بالله، ولو احتاجتي اي حاجه تكلميني على طول. ربنا يخليكي. على فكره يا فريده، ليه حق سليم يحبك الحب ده كله. عن اذنكم احمد، تشرب ايه؟ انا مش جاي الضايف. ايه بقى انت بتتكلم كده ليه؟ تشرب حاجه سكران؟ مش انا اللي يتقال الكلام ده. اسمع يا لطفي، انا استحملتك كتير وعمري ما فتحت بقي، لكن كل شيء له حدود. في ايه يا حماد؟ انا مش فاهم ولا كلمه من اللي انت بتقوله. اتفضل يا اخويا، اتفرج وانت تفهم. مرحين. انت مكبر الحكايه كده ليه يا لطفي؟ اللي بينا اكبر من كده يا راجل. انت بقول لك الواد ابنك منافق مرات ابني، وتقول لي هكبر الموضوع؟ انت عايز تجنني يا راجل؟ هو من امتى النسوان بتبوظ اللي ما بين الرجاله؟ بقول لك الواد مرافقها والبنت هي طالبه الطلاق دلوقتي عشان تمشي على حل شعرها مع المحروس ابنك. خلاص خلي ابنك يطلقها. يا سلام، هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ يا جدع انت ابنك اتجوز واحده وطلعت شمال، مش هتفرق بقى مع ابني مع غيره؟ يبقى الصح ايه؟ يفضل متجوزها ويبقى بقرون، ولا يطلقها ويخلص من قرفها؟ وانت تفتكر ان انا جاي لك لحد هنا عشان اخد رايك في ابني هيعمل ايه مع مراته؟ انا جاي اتكلم معاك بخصوص ابنك، ابنك اللي لا صرنا عشره ولا ملح ولا اي حاجه ما بيننا. طب هو تامر غريب عنك يا حماد؟ ما انت عارف انه بايظ ومطلع عيني وعين امه. اعمل فيه ايه يعني؟ ابني ابيعه وارميه؟ لا لا سمح الله، بس طالما ابنك بقى غالي عليك قوي، انا كمان ابني غالي عليا ومش هسيب حقه. لا ما دام وصلت لغايه كده يا حماد، يبقى حق ابنك عند مراته اللي مستكرداه، واحمد ربنا قوي ان الحكايه جت في تامر ابني. على الاقل احنا ستر وغطى على بعضينا، مش احسن ما كانت خلت سيرتكوا على كل لسان؟ يا سلام، ودي بقى كمان عاوز تحملها لنا جميله ولا ايه؟ يا راجل واحنا في بينا وبين بعض جمايل. بس انت لو بتفكر صح لازم تسال نفسك، اللي بعت الصورة دي بعتها ليه؟ عشان يفتح عينيا يا اخويا. لا وانت الصادق، عشان يوقع بينا وبين بعض، قوم حضرتك بغشوميتك تنوله اللي هو عاوزه. ما تسألش نفسك ده مين؟ بيعمل كده ليه؟ اسمع يا لطفي، الكلام ده كله ما يخصنيش. أنا جيت لك وقلت أتكلم معاك راجل للراجل، بس للأسف بقى لقيتك بتتصرف تصرف غريب أنا ما أفهموش. زي ما ابنك ما هو غالي عليك، أنا كمان ابني غالي عليا، وحق ابني مش هسيبه. يا عم يا عم أنت ما كملناش كلامنا. دي المصيبة. أيوه يا زفت، أنت فاني داهية. سيب اللي في إيدك ده وجي لي المعرض دلوقتي حالا. حاضر يا حاج، حاضر. مسافة السكة وأبقى عندك. طب ما ترسيني يا حاج، هو في إيه؟ دلوقتي حالا يا حاج من غير زعيق. حاضر يا حاج، حاضر، جاي لك دلوقتي. سلام. ايه القرف ده؟ يا نشأة حماد اتجنن خلاص. لا لا انا استحمله ليه؟ وانا هلاقيها منه ولا من البني ادم ده اللي اسمه زناتي؟ حماد
اقفل دلوقتي واكلمك تاني. بس اوعى تنام. ها يلا سلام. انت شرفت يا حلت امك. اكيد قصدك على ابني مش كده؟ لا ما تخافش، حلت امه اللي هيعرف يروح ولا يجي. بينا حلوين اهو بنشيل سلاح. نزل سلاحك يا لطفي. يا عال متعوش مني ايه؟ دلوقتي عايز منك ايه؟ ما انا جيت لك زمان لحد عندك في البيت، فتحت صدرك عليا وطردتني. وريني بقى دلوقتي هتحله من تحت ايدي ازاي؟ انت بتتكلم عن ايه؟ من حلت امه. مش هيخلصك من انت في ياسدين. ما انا عارف، بس احرق قلبك عليه. فهو نكد بنكد بقى ونتنكد كلنا. تامر عيل صغير سليم، صحيح طويش، بس اقسم بالله العظيم عيل صغير. فزياد برضه كان عيل صغير، وندى كانت عيلة صغيرة، بس ضفر عيل من دول برقبة ابنك الحيوان. أم زياد كمان على فكرة ما كانش عندها غيره، وأم ندى ما كانش عندها غيرها، وأم أنا كمان ما عندهاش غيري. جرب بقى حرقة القلب. بس أنت مش هتقتل القتلة، مش هتقتله، صح؟ دلوقتي مش هتقتل القتلة، مش كده؟ ده أنتوا خليتوا الدنيا كلها تقول عليا سفاح. سليم الأنصاري بلطجي، بس أنا مش محتاج أقتله، عشان دلوقتي معايا الدليل اللي انا احبسه. بس دليل ايه؟ اه صحيح، ما احنا الكلام خدنا ونسيت اقولك. التليفون ده عليه الفيديو اللي زياد صوره وابنك بيخبط البت وبيموتها. انت جبت الفيديو ده منين؟ الفيديو ده مش موجود مع حد غير مع زناتي. بس ما زناتي اللي اداهولي. زناتي جالي وعرض على اي عرض يرضينا احنا الاتنين، بس انا قلت اعمل باصلي واجيلك. جايز الاقي عندك عرض احسن، وهو انت اولى. قلت ايه؟ لو عايز تسمع اقعد، اقعد ورايح ظهرك واسمع الكلمتين. حياة النبي ما تحط في نفسك كده، بكره هتروق وتحلى. مش باين يا صفاء. ليه بس كده؟ مدينة قاعدين هنا هم متداريين لحد ما ربنا يفرجها. يفرجها ازاي بس وكلاب السكك بتجري ورايا في كل حتة يا صفاء؟ مفيش حد يا اخويا بيجري وراك غير هباب البرك اللي اسمه سليم ده، وبكره ان شاء الله تخلص منه. الحوار ما بقاش في سليم بس يا صفاء، انا مش مطمن لحبستنا هنا. ليه؟ انت مش قلت لي ان نشأة المحامي مطمن للمطرح هنا؟ اه بس انا طول الوقت كان اللجان في ايدي يا صفاء، لكن دلوقتي هم اللي مخبيني وهم اللي عارفين مكاني، وانا قاعد هنا معرفش حاجه. ايه اللي هيحصل؟ معرفش يا صفاء، بس انا الاول كنت ماسكهم من زمرة رقابيهم، لكن دلوقتي حاسس ان هم راكبيني ومدلدلين رجليهم، ودول ولاد كلب ساعه الجد يبيعوا ابوه. طيب انت مش لسه معاك الفيديو؟ خلاص بقى، هتخاف من ايه؟ الفيديو ده هو الحاجه الوحيده اللي مطمناني، عشان لو حد فكر يقل بعقله معايا هطربقها على دماغ الكل. شكلك كده مش مصدقني. خلاص براحتك، اروح ادور على حد يصدقني. ولا ادور ليه؟ ما زناتي مصدقني والدنيا حلوه والكلام عاجبه. انت متخيل ان زناتي هيقف معاك؟ اذا كان خلاصك في ان زناتي يشيل شيلته، وبعدين تطارق مع زناتي مش معايا انا. ده انا كنت فاكرك معلم. الصحوبيه عمرها لا بتدوم ولا العداوه بتدوم. طب انت هتستفاد ايه لما تحبس ابني؟ اذا كنت انت كده كده هتشيل تهمه قتل زياد. لا ما انا مش هشيل حاجه. يعني انت عاوز تفهمني ان زناتي
هيتسجن بدالك وهتسجنوا ابني كمان. ما تظبط كلامك يا سليم بيه. لا يا حاج لطفي، مزرعتي مش هتحبس. امال مين اللي هيشيل قضيه قد زياد؟ امي؟ لا، رفاعي. رفاعي؟ رفاعي. ما الواد زناتي ده طلع ابن كنيه لما لقى ان هو مش هيوصل معايا لحاجه، جه لحد عندي وحط ايده في ايدي. اتفق معايا سلمني الفيديو وانا اثبت ان كلامي صح وان زياد كان جاي يشهد على تامر، وان انا هو بقى نشهد عليك ان انت اتفقت مع رفاعي ان يقتل الواد زياد. اقول لك بقى الكبيره، ده احنا مش بعيد نطلعك ان انت اللي قتلت رفاعي. نعم يا اخوي. اه والله، وجيت الحق عجبت الفكره. رفاعي ساعتها كان نبطشي وسهل جدا ان احنا نثبت عليه، بعدين مش هيحصل له حاجه تاني، ما هو مات خلاص. وزناتي بقى حلال عليه الفلوس وانا ارجع شغلي والدنيا تبقى تمام. حلوه الفكره مش كده؟ لا مش حلو. ليه؟ لان مفيش اي حاجه تثبت ان انا ليا اي علاقه بالحكايه اللي انت بتقولها دي. اه صح، ما انا نسيت اقول لك، ما هو زناتي هيشهد عليك انه اكتشف كل ده بعد موت رفاعي. بعدين هيطلع على مرات رفاعي يديها قرشين عشان تقول نفس الكلام. بعدين الحكومه تروح بيت رفاعي تلاقي التليفون عليه الفيديو بيت رفاعي اللي زناتي خباه هناك. بقول لك ايه، ما تشغلش دماغك انت بالتفاصيل دي كلها. انا ظبطت كل حاجه ان انت تشيل ليله وتحاسب على المشاريع. ده غير حماد بقى، بعد ما عرف ان ابنك ماشي مع مرات ابنه اكيد مش هيساعدك. انت اللي بعت لي الصوره؟ ايه رايك؟ الضمه قفلت على صباحك. طب لما انت مالي ايدك او كده خطفت ابني ليه؟ انت عايز تتشافى فيه وخلاص. يا حاج لطفي، انا لو عايز اتشافى فيك قدامي العمر كله وانا قاعد على مكتبي وبتفرج عليك انت وابنك وانتوا محبوسين. بس الحل ما عجبنيش. بعدين زي ما انت قلت، انا طاري مع زناتي، قال لي يهمني زناتي تحبس وانا اطلع بره. طب لما انت عارف كده رايح تتفق معاه ليه؟ انا ما رحتلوش، زناتي هو اللي جاي. بس انا قلت اجي لك انت، انت راجل كبير، عيب ما تروحش لحد. يمكن الاقي عندك حل احسن. صح؟ صح. قدامك دقيقتين تفكر في حل وترد عليا. يعني ايه؟ يعني انت كنت عارف؟ اللي بعت لك الصوره هو اللي بعتها لي. انا مش قادر اصدق. انا رحت لتامر عشان افهم منه اللي حصل بس ما لقيتهوش. اكيد تامر مش هيعمل فيا انا كده، صح؟ يعمل فيك كده ويعمل فيك ابو كده كمان. انا وانت دلوقتي بندفع ثمن معرفتنا بلطفي وابنه. بس وحياتك عندي اقسم بالله العظيم ثلاثه لا دفعوا ثمن كل اللي بيعمله ده من يوم ما عرفناه لحد النهارده، والثمن هيبقى غالي قوي. ايوه انا شكلي، معلش اتاخرت عليك. لا 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 لا، انسى الموضوع اللي انا كنت بكلمك فيه دلوقتي ده خالص. في مصيبه كبيره حصلت ولازم نتقابل احنا الاربعه عشان نشوف هنتصرف فيها ازاي. لا لا، لازم دلوقتي، مش هينفع الصبح. يوه يا نشأت، لما اجي هفهمك. مش هينفع في التليفون، احنا مش ضامنين مين سامعنا. خلاص، كلم حماد وزناتي وخليهم يجوا لك المكتب دلوقتي حالا، وانا مسافه السكه هكون عندك. سلام. يا متر، مصايب تاني كفلنا الشر ولسه في مصايب تاني ما لبسناهاش. طيب حاضر، هجيلك على طول. ماشي، سلام. في ايه زناتي؟ معرفش يا صفاء، بس شكلها كده في عوا، انا حاسس. خلاص ما تروحش. ما ينفعش، هفضل قاعد هنا حاطط ايدي على خدي ومعرفش ايه اللي بيجرى هناك. يعني هتعمل ايه يعني؟ اعمل لازم نتعامل من بدري. الحوار ده مسخ قوي، لازم يجيب اخره بقى. ايه يا لطفي، نشأت عندك؟ انا ربع ساعه هكون عندك. سلام. في ايه يا حاج لطفي؟ ما تفهمني يا اخي. اهدى يا متر، دلوقتي تتجمعوا كلكم واحكي الحكايه مره واحده. انا متاكد ان محدش هيتاخر. فيها نشأت؟
بيبني على عملها وش كده ليه؟ اسأل الحاج لطفي، هو اللي مجمعنا ومش راضي يقول لي في ايه. يعني ايه مش عايز يقول في ايه؟ ولا بعياله ولا ايه؟ احنا هنفضل ماشيين وراه لحد امتى؟ مش كفايه اللي حصل لي بتحت راسه هو وابنه؟ لا 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 يا حماد بيه، ده الحاج لطفي برضه حبيبك واخوه. كان زمانه جبر يا اخويا. ليه كده؟ سأله في ايه؟ في ايه يا حاج لطفي؟ سيبك منه نشأت، ما انت عارف حماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ايه يا متر؟ كده بقى علمي علمك. فادي عارف يا حاج. ما يعرف. ولا كنت عايز ابنك يعيش طول عمره مفتوح على قفاه؟ وشرفك عندي، اللي حصل ده ما يعدي بالسهل. بلاش جعجعه فارغه يا حماد. تيه. فاكر نفسك في خطبه من خطب مجلس الشعب بتوعك؟ جريء يا حاج، انتوا جايبيني هنا عشان تحلوا مشاكلكم ولا ايه؟ اقرا رساله. مش عايز بلد النسوان انت كمان. قصدك ايه بلد النسوان دي؟ قصدي تسيبك من الحاجات بتاعتك انت وابنك دي. عندنا الاهم يا حماد. متجمعين في وزعبل ان شاء الله. كويس انك جيب برجلك. ولا لازم الطبنجه اللي في ايدك دي. ناولنا على ايه يا لطفي؟ المره دي مش هسيبك يا سليم. سليم؟ نسيت باشا مصر ولا ايه؟